أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. مرحبا بكم. نحن دائما في إطار مجزوءات الطبيعة والثقافة، ودائما نعالج معا محور يتعلق بالإنسان كائن ثقافي. داخل هذا المحور قلنا بأننا سنعالج مجموعة من الأسئلة الإشكالية، منها لماذا يعتبر الإنسان كائنا ثقافيا؟ ما هي تمظهرات وتجليات الثقافة لدى الإنسان؟ كيف يمكن اعتبار اللغة والمؤسسات مظهرا من مظاهر الثقافة؟ إذن بناء على ذلك سنتعرف على درس أول يتعلق ب اللغة كمظهر ثقافي، حيث سبقا أشرنا إلى أن اللغة هي من المظاهر الأكثر اكتمالا لدى الإنسان، فهي ظاهرة ثقافية بامتياز. إذن في هذا الدرس سنستثمر النص صفحة 67 من كتاب منار الفلسفة الخاص بالجذوع المشتركة. إذن هذا النص هو لصاحبه كلود ليفي ستراوس. إذن كلود ليفي ستراوس هو أنثروبولوجي فرنسي و مفهوم الأنثروبولوجيا هو مفهوم مركب من لفظتين أنثروبوس ولوغوس. أنثروبوس يعني الإنسان ولوغوس يعني العلم، ليدل مفهوم الأنثروبولوجيا على العلم الذي يهتم بدراسة المجتمعات البدائية، ومن ثم فكلود ليفي ستراوس اشتهر بدراسته للثقافات القديمة. فهو من مواليد سنة 1908 وتوفي سنة 2009. من أعماله المشهورة الأنثروبولوجيا البنيوية. إذن سأتناول معكم، خذوا معي تلامذتي الأعزاء، النص صفحة 67 من كتاب منار الفلسفة. النص هو أمامنا. يقول النص: لقد تصورنا لمدة طويلة أن العلامة المميزة للثقافة هي الأشياء المصنوعة، وأعترف بأنني لست متفقا مع هذا الرأي، بأن أحد أهدافي كان دائما هو أن أضع الخط الفاصل بين الثقافة والطبيعة، لا في صناعة الأدوات بل في اللغة المنطوقة. ثم يقول: أنا لنفترض أننا التقينا في كوكب مجهول بكائنات حية تصنع الأدوات إلى آخره. إذن كخطوة أولى سنقوم بألف بفهم النص. إذن لاحظوا معي أعزائي التلاميذ أن هذا النص ينطلق من التصورات التي كانت سائدة. هذه التصورات ترى بأن العلامة المميزة للثقافة هي الأشياء المصنوعة، ليقول بأنني لست متفقا مع هذا الرأي، بمعنى أن صاحب النص الأنثروبولوجي كلود ليفي ستراوس ليس متفقا مع الرأي القائل بأن العلامة المميزة للثقافة هي الأشياء المصنوعة. بمعنى ينطلق النص من ماذا؟ بمعنى يدحض الفيلسوف التصور القائل بأن الأشياء المصنوعة هي علامة الثقافة. بعد ذلك يوضح
الفيلسوف بأن أحد أهدافه كان دائما هو أن يضع الخط الفاصل بين الثقافة والطبيعة، لا في صناعة الأدوات بل في اللغة المنطوقة، بمعنى أن العلامة المميزة للثقافة حسب الفيلسوف، العلامة المميزة للثقافة هي اللغة وليس صناعة الأدوات. ليوظف مثالا يتعلق بأننا إذا ما التقينا أناسا في كوكب مجهول تصنع أدوات، فإننا لن نكون على يقين بأن هذه الكائنات تنتمي إلى عالم الثقافة، ولكن إذا كانت لديها لغة، لاحظوا معي أعزائي التلاميذ، لغة قابلة للترجمة وقابلة للتواصل، فآنذاك يمكن أن نقول بأنها تنتمي إلى الثقافة. إذن بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي التحليل. هذه الخطوة التي تستهدف الإشارة إلى إشكال النص أطروحته، مفاهيمه الأساسية ثم حجاجه. إذن فيما يتعلق بإشكال النص، يمكن أن نقول أن هذا النص يعالج إشكالا يتعلق بما هي العلامة المميزة للثقافة، ما هي العلامة المميزة للثقافة، أو بصيغة أخرى ما هو الخط الفاصل عند الإنسان بين الثقافة والطبيعة. إذن ما هو الخط الفاصل بين الطبيعة والثقافة؟ هل الخط الفاصل بين الطبيعة والثقافة هو صناعة الأدوات أم اللغة؟ إذن بعد إشكال النص سأتطرق معكم إلى أطروحة هذا النص، أي الموقف الفلسفي الذي يدافع عنه النص. إذن إن الموقف الفلسفي الذي يدافع عنه النص هو موقف واضح يقوم على الهدم ثم البناء، بمعنى يهدم تصورا شائعا يقول بأن العلامة المميزة للثقافة والذي ساد طويلا هي الأشياء المصنوعة، ليبني تصورا جديدا يتعلق بأن العلامة المميزة للثقافة هي اللغة. إذن يعتبر إن اللغة هي العلامة المميزة للثقافة، وبالتالي استطاع الإنسان أن ينتقل من حالة الطبيعة إلى حالة الثقافة عندما أبدع نظاما رمزيا تواصليا ساعده على التواصل والحوار والتفاهم، حيث اكتست اللغة اهتمام كلود ليفي ستراوس. إذ يمكن الحديث اليوم عن حقل أو عن فرع من فروع الفلسفة يسمى الأنثروبولوجيا اللغوية، هذا الحقل يهتم باللغة في علاقتها بالحياة الاجتماعية. ثم فيما يخص المفاهيم الأساسية التي اعتمدها النص لصياغة تصوره، نجد أن مفهوم الطبيعة ومفهوم الثقافة مفهومين محوريين. قلنا بأن الطبيعة كل ما لم تتدخل فيه الفاعلية الإنسانية، ومفهوم الثقافة كل ما ينتجه الإنسان سواء كان ماديا أو رمزيا. ثم مفهوم الإنسان ومفهوم اللغة، حيث قلنا بأن الإنسان يزاوج بين ما هو طبيعي وثقافي. ثم قلنا بأن اللغة هي نظام رمزي للتواصل يضم الكلام، الإشارات، العلامات إلى آخره. ثم فيما يخص حجاج هذا النص، فقد اعتمد بنية حجاجية غنية تقوم أولا على هدم التصور القائل بأن العلامة المميزة للثقافة هي الأشياء المصنوعة، وبالتالي هناك النقد أو الدحض أو التفنيد، تفنيد تصور القائل بأن العلامة المميزة للثقافة هي الأشياء المصنوعة، ويقول أعترف بأنني لست متفقا
مع هذا الرأي، والذي يندرج في إطار حجاج السلطة، بمعنى يقول فيلسوف: لست متفقا مع هذا الرأي. بعد ذلك يوظف الفيلسوف التعريف، حيث رسم حدود مجال اشتغال الثقافة والتي تتمثل في اللغة، بمعنى أن العلامة المميزة للثقافة هي اللغة، ليوظف أخيرا المثال من خلال كائنات تعيش داخل كوكب مجهول إلى آخره. إذن أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، كخلاصة، اعتبر الأنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي ستراوس أن العلامة المميزة للثقافة، إن العلامة المميزة للثقافة هي اللغة، واعتبرها أنها ظاهرة ثقافية بامتياز، فليس صناعة الأدوات هي الخط الفاصل بين الطبيعة والثقافة، ولكن اللغة هي الخط الفاصل بين الطبيعة والثقافة، وهذه اللغة تحقق التواصل والتفاهم والحوار، وبذلك استطاع الإنسان أن يبدع نظاما رمزيا للتواصل ساهم في ولوجه إلى عالم الثقافة. إذن كتذكير، قلنا بأن هذا النص طرح تصورين، تصور أول وتصور ثاني، ثم بعد ذلك دافع عن اللغة كعلامة مميزة للثقافة، ومن ثم بعدما تناولنا اللغة كعلامة مميزة للثقافة، سنتناول إن شاء الله، وهذا كتمرين لكم، كتمرين، هيئوا معي تعريفا لبعض المفاهيم مثل مفهوم المؤسسة ومفهوم العنف، وشكرا جزيلا.